الخلود للشهداء والشفاء للجرحى والعار للقتلى. طبعا حزب سوريا المستقبل جزء رئيسي من الإدارة الذاتية، هو يعتبر ما تم الأعمال التي قامت بها تركيا مؤخرا إنما هي إعلان حرب جديدة، وهي انتهاك صريح لكل الاتفاقيات والتفاهمات القائمة في مناطق شمال وشرق سوريا، سواء كانت مع الجانب الروسي أو مع الجانب الأمريكي. كما يؤكد حزب سوريا المستقبل أنها انتهاك صريح لكل القوانين والشرائع الدولية، خاصة باستهداف موظفين في الإدارة الذاتية، وهو سلوك جديد قديم ترتكبه الحكومات التركية المتعاقبة، خاصة أن تركيا اليوم لديها حكومة جديدة باستهدافها مواطنين مدنيين وموظفين ومناضلين. إنما تريد هذه الحكومة أن تقول إن سلوك النظام التركي لا يتغير بتغير حكوماته، إن سلوك هذا النظام لا يبشر بجديد، إنما هو استمرار للقديم. وإن كانت الاستهدافات التي قامت بها تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا ترافقت أو تزامنت مع استهدافات أيضا قامت بها روسيا في غرب الفرات، إنما يدل بشكل واضح على تنسيق كامل بين الدولتين لاستهداف المناطق. تركز أو تلخص ذلك في قرار من الستان 20 في اجتماعهم الأخير، عندما تحدثوا جميعا عن ضرورة استهداف الإرهاب بجميع مسمياته، كأن روسيا تقول أو تفتح الطريق واسعا لتركيا باستهداف مناطق شمال وشرق سوريا، وتركيا تفتح المجال واسعا لروسيا باستهداف إدلب وجوارها. لكن الحديث يجب أن يكون مع الأمريكان، ما هو الموقف الأمريكي من ذلك؟ الغريب في المسألة أنه في الفترة التي قامت فيها دوريات من قوات سوريا الديمقراطية بالتشارك مع القوات من التحالف الدولي لاستهداف مواقع وخلايا نائمة لداعش، كانت المسيرات التركية تقصف مدنيين وموظفين في الإدارة الذاتية. كأن أعتقد هناك إشكالية حقيقية، كيف يمكن لأمريكا أن تقبل بهذه المسألة، خاصة أن هناك تفاهمات سابقة وقعت بين أمريكا من جهة وبين تركيا بعدم استهداف هذه المناطق بنتيجة الحرب الأخيرة التي شنتها تركيا على هذه المناطق. هناك رأي واضح اليوم إن العملية السياسية القائمة في سوريا اليوم معطلة، إن الحل السياسي معطل، والبديل عنه حتى هذه اللحظة هو الاستهدافات المتواصلة، سواء من المحتل التركي أو من المحتل الروسي، وبغياب حقيقي للمجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الأمنية والحقوقية والإنسانية. نعم، بحديثك سيد طالب عن الاتفاقية بين أمريكا وتركيا بعدم مهاجمة هذه المناطق، يعني هذا الصمت من جانب أيضا أمريكا وأيضا من جانب روسيا، هل من الممكن أن يكون دلالة على اتفاقيات غير معلنة بين الطرفين؟ يمكن الحديث بذلك. نحن نتحدث عما صرح الجانبان، عما وقع بين أيدينا من اتفاقيات. الاتفاقيات تنص على عدم استهداف هذه المسائل، على أن عملية الحرب الكبيرة التي كانت تشنها تركيا قد توقفت، لكن هناك حروب هجينة، هناك حروب خاصة تستخدمها تقوم بها تركيا، وهناك صمت دولي وصمت أمريكي تجاه هذه المسائل. الغريب في المسألة هي هنا، وهذا الصمت الأمريكي. لنقل إذا كانت روسيا دائما تسعى لتحقيق أوراق رابحة للنظام السوري أو تحقيق انتصارات مؤقتة له، وتعتبر بشكل أو بآخر أن مشروع الإدارة الذاتية يجب أن يتم تدميره، هذا هو الموقف الروسي والذي تحدث عنه بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي مؤخرا، ودائما قبل عقد أي قمة للأستانة دائما هناك اشتعال للمواقف الروسية بخصوص مشروع الإدارة الذاتية. لكن هذا هو الموقف الروسي. الموقف الأمريكي يختلف من ذلك. الموقف الأمريكي يقول دائما إن هناك شراكة حقيقية بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وهناك دلائل واضحة على ما تنتهجه تركيا من مساعدة لخ
خلايا نائمة من داعش ذاته ومن خلايا وخلايا نائمة من فصائل لا تختلف عن داعش بشيء إلا بالمسمى بالاسم فقط. إذن هناك صمت أمريكي غريب، وهناك صمت دولي، وهناك صمت أيضا للمنظمات الحقوقية والإنسانية والأمنية الدولية، والتي يجب اليوم قبل الغد أن تحدد موقفها صراحة من هذه الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها تركيا. السيد طالب إبراهيم، ممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا، كنت معي من روتردام، أشكرك جزيل الشكر.